الرحمن الرحيم. اليوم الاثنين الموافق 14/9/2020 ومن مجزر البساتين تم تحميل عدد 13 طن لحوم أضاحي لتسليمها إلى المديريات الآتية: محافظة القاهرة 3 طن، محافظة المنوفية 3 طن، محافظة الإسماعيلية 3 طن، محافظة الشرقية 4 طن، ومع كل سيارة مفتش عام لتسليم الكمية للسيد صاحب الفضيلة مدير عام المديرية لتوزيعها إلى الإدارات الفرعية، والتي بدورها تسلمها إلى الأسر الأولى بالرعاية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا مشاهد.